عسامة اسمي فخري. حاجة نحب نحكي عليها انه احنا نعيش في بلاد انه الخروج منها يعتبر من اقصى النجاحات في حياتك. ونراو في نسبة كبيرة من الشباب تحب تخرج من البلاد هذه. لذلك انا ما اعطيك صوتي كان ما تحسن بوضعية الشباب في تونس. كيفاش باش تحسن من وضعية الشباب؟ انك تشجع رجال الاعمال الاجانب والمحليين على الاستثمار في البلاد هذه باش يخلقوا مواطن شغل. والحاجة هذه كي باش تخلي العباد باش تخدم في البلاد هذه دونك فما انتاج، ومادام فما انتاج معناها باش تحسن في وضعية الدينار. لذلك المواطن باش يولي ما عادش باش يدفع، ما عادش باش يدفع نسبة كبيرة من الفلوس ويعمل ايفور قد المواطن الاوروبي 3 مرات. وحاجة اخرى، انا ما نعطيك صوتي الا كان تحسن في كم تكرس عقلية الخدمة في المواطن، والحاجة دي ما تصير إلا ما تحسن في وضعية الثقافة والتعليم.